كيف أعرف نتيجة صلاة الاستخارة قبل أن أقدم على التقدم لفتاة؟ وما الشروط تجعل دعاء الاستخارة؟ اللهم المستعان. ربنا يعينك ويثبتك ويسددك ويسر أمرك. طبعا أنت بتدعو الله عز وجل بعد الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وبركاته، وبعدين تدعو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك. والنتيجة دي مش نتيجة امتحان، مش شرط تكون رؤية، لا مش شرط. اتوكل على الله بعد الاستخارة، إن كانت الأمور ميسرة الحمد لله، وإن وقعت عقبات أو مشاكل فلعل ذلك إرهاص ألا يتم ذلك الأمر.